ضعف الجنس عند الرجال له أسباب كتير، في أسباب عامة في أسباب موضعية. عنيفة جدا تأثيرات هذه المشكلة على الرجل والأسرة. مفيش حاجة اسمها عجز كامل، لأن كل حاجة لها علاج دلوقتي. قال لك إيه؟ أما جرب حباية وهو كويس في منتهى الخطورة. الأستاذ الدكتور نبيل أمين، استشاري أول للمسالك البولية وطب وجراحة الجهاز التناسلي للذكور، عضو الجمعية العالمية لأبحاث الضعف الجنسي، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية الأفريقية للضعف الجنسي، عضو الجمعية الأوروبية للمسالك البولية، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة الجهاز التناسلي للذكور. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا، وهبدأ الكلام بكلام مهم قوي قوي. دراسة بتقول إنه في تأثر كبير يحدث عندما يتعرض الرجل إلى الدفاية في الشتاء. الله، ده احنا في الشتاء مصر كلها بتستخدم دفاية، كتير من الناس لا، ده خطر يا جماعة، لأنه تعرض الرجل للمدفأة بشكل دائم وبشكل متكرر خصوصا في درجات حرارة معينة عالية شوية هيؤدي إلى تعريض الخصيتين إلى درجات حرارة عالية. وده تعريض الخصيتين لدرجات حرارة عالية، وجدوا إن الخصيتين بيتأثروا جدا بدرجة الحرارة المرتفعة، فتلاقي إنتاجها من هرمون الذكورة والحياة المنوية تبدأ يضعف، وبالتالي القدرة الجنسية تبدأ تضعف. عشان كده بقول أرجوكم ما تحطوش دفاية في البيت، أرجوكم ما تحطوش. بتقول لي الدنيا ساعة قوي، معلش البس بس يعني البس هدوم كتيرة بس ما تعرضش نفسك لدفاية. حاجة تانية ان مسكنات الالم وجدوا ان لها يعني حاجة خطرة جدا، مسكنات الالم تأثير خطر على القدرة الجنسية وعلى هرمون الذكورة، فده برضو من الحاجات اللي تبص يقولك انها بتؤدي الى ضعف الانتصاب، مسكنات الالم. وكتير من الناس بتاخد مسكنات الم، كل صداع ياخد مسكنات ألم، شوية مش عارف ألم في ركبه ياخد مسكنات ألم. والدراسة دي مهمة جدا، اتعملت في كوبنهاجن في الدنمارك واتعملت في فرنسا، فلقوا انه عملوا دراسة كبيرة على شباب من 18 ل 35، دول اكتر ناس دلوقتي بياخدوا مسكنات ألم، وجدوا برضو انهم بيتأثروا بضعف جنسي. النهاردة حوار مثير للغاية الحقيقة، ضيف العزيز النهاردة بفتخر بوجوده معنا وبسعيد جدا بهذه الزيارة الرائعة اللي مليئة بالعلم مليئة بالخبرة، وبتنقل لنا مش بس أحداث الآن بتحصل، ولكن بينقل لنا تطور للحالة المرضية، تطور للأساليب العلاجية. رائد قدير وقدم الكثير جدا من الوقت والجهد، وما شاء الله ما زال بيقدم هذا الوقت والجهد بشكل يعني فيه من المثابرة ما يدعو للفخر والسعادة، وفيه من العطاء ما يدعو للإعجاب. ضيف العزيز أستاذنا الأستاذ دكتور نبيل أمين، أهلا بيك. أهلا بيك، وحشني جدا. أنت أكتر. عجبتك؟ أنا حاسس إن حكاية الدفاية دي عجبتك جدا. أنت كلامك صح، إن في كذا حاجة بتؤثر في الموضوع ده. احنا قلنا ان الخصيتين لازم ربنا خلقهم خارج جسم الانسان عشان يبقى درجة حرارتهم اقل من درجة حرارة الجسم بثلاث درجات. فطبعا اي حاجة تسخنهم، اللي واقف قدام فرن برضو، وذاك الناس اللي بيقف قدام فرن تلاقيهم قلعين الهدوم الداخلية، اللي مثلا بيحط اللي هم الشباب بيحط اللابتوب على حجره بتسخن برضو وتعمل مشكلة. وحضرتك انت قلت حاجة لطيفة قوي، حكاية الدفاية برضو دي حاجة مهمة، بس دي تيمبرور يعني، ما يعني ممكن لو شوية صغيرين وبعد كده اما يروح البرد ممكن ان هو يبقى كويس برضو، يرجع كويس تاني. بس اهو بنحاول نحافظ على كل شيء كمان. نبدأ بالجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الضعف الجنسي مش مشكلة عادية، الضعف الجنسي مش مشكلة مرضية بسيطة، ده بمشكلة قد تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب. أبيض طبعا. أبيض. هو الضعف الجنسي كان زمان بيقولوا إن هو إمبوتنس، يعني ضعف القوة. لا، ده ممكن يجي لي واحد ملاكم أو مصارع ومش عارف يتحكم في المكان التحتاني ده،
غيروا الاسم من امبوتنس الى اريكتايل ديسفانكشن. اريكتايل يعني النسيج الكهفي بيبقى هو اللي فيه العيب، تمام؟ وبالتالي طلعنا اجهزه جديده بتقيس الكلام ده وتشوف السبب ايه، وبالتالي العلاج دلوقتي بقى ميسور لكل حاله. ده السؤال الجاي ده مهم جدا برضه، ده قصه مهمه قوي. من اسباب الضعف الجنسي المباشره امراض القلب والاوعيه الدمويه، ابيض طبعا. ابيض. خلي بالك بقى حاجه لطيفه قوي، الشريان بتاع الخصيه ده رفيع جدا جدا 2 مللي، تمام؟ لو حصل فيه تصلب شرايين اللي هي اسباب يعني بتيجي من الكوليسترول وبتاع والحاجات زي ما حضرتك استاذنا وعارفها، تخلي بالك لو واحد جالي ضعف جنسي وعنده الحته دي اقول له روح اكشف على قلبك، هتلاقي فيه عنده الشريان بتاع القلب فيه نفس الكلام ده، فالحاجات الدمويه في الجسم بتبقى متشابهه، وحكمه ربنا ان هو يعني بيكرر كل حاجه، فلازم بتاع اللي عنده ارتيريا انسفيشنسي يعني في ضعف في تدفق الدم في الشريان ده يكشف على قلبه وهيلاقي عنده في حاجه. دوال الخصيه مرض شائع يصيب 15% من الذكور. ابيض. ابيض. ابيض جدا. يعني كان زمان او في بعض الدكاتره اللي مش جراحين اللي بيشتغلوا في المجال ده، اما يجي له واحد عنده دوالي يقوم ايه يديله راس يقول له ان هنقوي الجدار بتاع الوريد وعلاجه بتاعه يبهدله. دوال الخصيه درجه ثانيه وثالثه لازم عمليه. عمليه دوال الخصيه دي لازم تتعمل بالميكروسكوب. ليه بقى؟ الميكروسكوب بيكبر الدنيا، الدوالي في حواليها اوعيه لمفاويه دي ممكن لو واحد قطعها تعمل له قيله مائيه سنويه، فاحنا خلي بالنا من الحته دي قوي واحنا بنعمل عمليه. الشريان بتاع الخصيه رفيع جدا جدا، ده زي الفتله تحت الميكروسكوب بيبقى تخن صباعي ده كده، ان فما فيش غلط خالص. للاسف انا كل يوم بيجي لي 3-4 اشوفهم عملوا عمليات بالعين مجرده عند ناس مش متخصصين يكونوا قطعوا لهم الشريان ده. بعرفها ازاي؟ الاقي التحليل اللي بعد العمليه الابنورمال فورمز اللي هي الحياه المشوهه كترت قوي، ده معناه ان هو الراجل ده قطع له. ده بقى بعد استرخص وعشان يعمل عمليه بدون ميكروسكوب يقوم بعد كده يبيع دم، يبيع يعني هدومه عشان يعمل تلقيح مجهري كذا مره، وربنا يسهله. يعني مشكله جامده جدا. تاخر النمو في علاقه وثيقه بينه وبين السلس البولي عند الاطفال. ايوه. ابيض. لا رمادي. رمادي. لان ايه؟ يعني السلس البولي يعني معناها ان هو او السلس البولي الليلي ان هو بيتبول على نفسه وهو نايم. انا جالي بنات 18 سنه و17 سنه و16 سنه للاسف مش عاوزين يتجوزوا او يروحوا يزوروا قرايبهم عشان خاطر حكايه الايه السلس البولي. فدلوقتي انا بعمل لهم علاج 100%، بس لازم طبعا اطمئن ان ما عندهمش التهابات في مجرى البول، اطمئن العمود الفقري بتاعهم مش ملتئم مش مفتوح، يعني حاجه اسمها سباينا بيفيدا. في هذه الحاله يعني لها طريقه معينه للعلاج وممنوعات، علاج لمده 6 اشهر جميع الحالات اللي جات لي باذن الله خفت وبقت كويسه. من اهم اشهر اسباب العيوب الخلقيه او اشهر اشكال العيوب الخلقيه في مجرى البول هو الاحليل السفلي. ابيض طبعا. انت يعني ايه احليل برضه عشان ايه ما نقولش كم يعني مش مفهوم. احليل يعني فتحه مجرى البول، تمام؟ فتحه مجرى البول دي المفروض تبقى من قدام، ولازم الام ودكتور الاطفال يعني وهو الطفل بيتولد يخلي باله من الحته دي، يشوف فتحه مجرى البول من قدام او لا من تحت، هنا او هنا او هنا وهنا، دي اسمها فتحه مجرى البول السفليه يعني احليل سفلي. في حاجه بقى اسمها احليل علوي، ممكن تبقى فتحه مجرى البول من فوق، دي لها عمليه معينه ودي لها عمليه معينه، والعمليات دي لها تكنيك معين. احنا بنخيط العمليه بتاعتنا
بخيط 10-0 يعني ما بيبانش بعين مجرده، لازم اشوف ميكروسكوب معايا ميكروسكوب، لان ممكن لو نفس نفسه يطير الابره بالخيط بتاعها. فدي وبعدين لها برضو تكنيك معين تاني انا بعملها في قاعده واحده بس، الناس تقول لك اعملها لك على مره واثنين، يعني تفشل مره وتفشل الثانيه والكلام ده، لا انا عندي من اول مره بعملها 100%. وخلي بالكم بقى الاحليل السفلي بيبقى فيه الطفل الصغير له الغلفه اللي هي بتطاهر تمام كده، بيبقى الحته التحتانيه ما تكونتش، يبقى الايه الغلفه من فوق بس تمام، وذلك بيقعدوا يقولوا عليها ده طهاره ملائكه، ما فيش ملائكه بتطهر ولا حاجه، ده دي اوعى حد يقطع الحته دي، لان انا ممكن اخذ حته الجلد دي واعمل منها قناه مجرى البول، لو حتى انا عملت مجرى البول لواحد عنده يعني 12 سنتي عملتها له 12 سنتي، شوف قد ايه وبقى كويس وتمام التمام، ويعني الحمد لله تمام. الضعف الجنسي ايضا ممكن بشكل غير مباشر يؤثر على الشهوه والرغبه في الجماع، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض. بص بقى يعني لو واحد عنده ضعف جنسي بيبقى خايف ان هو يجي يتصل مع مراته وايه ويفشل، عشان خايف ان هو يفشل يقول لي خلاص انا ماليش نفس، هو له نفس وكل حاجه، مفيش حاجه اسمها مالكش نفس، ما دام اتجوزت يبقى ليك نفس تمام كده، انما هو خايف من الاقدام على الموضوع ده. طيب انا بقول حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، الناحيه الجنسيه دي او المكان ده زي وزي الانف زي العين زي الودن له علاج. الناس اللي بتتجوز جديد انا بنصح اللي بيتجوز جديد يقضي اسبوع العسل او شهر العسل في منطقه ساحليه على البلاج، على البلاج. ليه بقى؟ الصبح بيبقى في طبقه اسمها اوزون على وش الايه الميه، طبقه اوزون ده اكسجين ثلاثي الصبح واخر النهار، ده بيقوي اللي هي الحياه المنويه، وبيخلي يعني تلاقي اسال كده اي حد خد اسبوع العسل بتاعه في لاج تمام، شرم الشيخ، الغردقه، راس البر، حاجات من دي، يخلف على طول. ده يعني دي في الاسبوع ده ممكن مراته تحمل. ايه السبب؟ زي ما انا قلت لحضرتك اللي هو طبقه الاوزون اللي هي على وش الميه. او يقعد هناك يعمل بيت ويقعد. لا ما ينفعش الكلام ده، لازم ياخد له مده يعني على الميه. لازم انا عايزه يسكن. ها؟ يسكن هناك على الميه؟ لا كفايه شهر العسل. كفايه شهر العسل. تضخم البروستاتا يصيب الرجال غالبا، ابيض والناس طبعا يصيب بعد سن ال 50. هو طبعا بعد سن ال 45 ممكن تلاقي البروستاتا كبرت تمام، والبروستاتا لما تكبر تدخل جوه المثانه وتحوش شويه بول حواليها، والبول ده يتركز ويعمل حصوات، خلي بالك تمام. البروستاتا لما بتكبر يبقى علاجها عمليه اللي احنا نعين البروستاتا تمام كده، يا اما بالمنظار يا اما بالفتح اوبن. فدلوقتي طلعت ادويه جميله جدا جدا بتعالج البروستاتا المتضخمه بالادويه، ما عادش دلوقتي دكاتره المسالك البوليه اللي بيعتمدوا على ان هم يعملوا استئصال البروستاتا ما عادش بيشتغلوا خلاص للاسف يعني. وبعدين ده من تاني يوم اول مد العلاج للمريض، يعني مجرى البول فيه حرقان بيبقى مكتوم، اخدت بالك؟ ممكن بعد ما يتبول شويه يلاقي ايه عاوز قطرات بعد كده عاوزه تنزل، كل الكلام ده بيروح او يقوم بالليل كذا مره عشان يتبول، كل الكلام ده بيروح بالعلاج. انا بدي علاج للحالات دي بيبقوا زي الفل وما بيحتاجوش عمليات خالص. عظيم. هنروح على الجزء الثاني، الجزء الثاني فيه كثير من الاتهامات هتوجه ربما بحكم بالبراءه، نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ مريض عنده 33 سنه عنده احتقان في البول وما بيروحش لاستشاره الطبيب، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم. ليه بقى؟ انت
خلي بالك بقى في حاجة لطيفة قوي، ان الشباب الصغيرين ممكن بقى ايه، يعني لو واحد ملتحي مثلا ولا حاجة يقول لك إيه انا ملتزم وما بعملش عادة سرية ولا الكلام ده، ده لو مش متجوز. ولو متجوز برضه يتشغل عن مراته، يقعد مدة كبيرة بعيد عنها. لا، انا بنصح الشباب اللي في الثلاثينات او العشرينات ان ينزل السائل المنوي مرتين او ثلاثة في الاسبوع، لازم، يا اما مع مراته يا اما بالايه بالعادة السرية بايده. تمام؟ ليه بقى؟ ان البروستاتا بتتملي على زي ما يكون حاجة بتنقط فيها، بتتملي تتملي تتملي من نفسها من غير حتى اي حاجة، وخصوصا بقى لو جاله بقى ايه اثارة والبروستاتا اتملت وما نزلهاش، تقوم في حتت فيها بتجمد اسمها انسبيسيتد. الحتت دي الجسم بيعتبرها فورن بودي، فاكر ان هي ميكروبات، يقعد يحارب فيها يحارب فيها ويبعت الحاجات اللي تموت الكلام ده، فاكر انها ميكروبات. دي حرب، بتعمل حرب في المكان ده، في المكان التحتاني ده، حتى تعمل حرقان في الميه، الميه ممكن تكتم منه، ممكن يقعد يصير كتير، كل الكلام ده احتقان في البروستاتا. فانصح الشباب اللي في الثلاثينات يعني ينزل السائل المنوي مرتين او ثلاثه في الاسبوع، وكل مره مره واحده بس، مش بقى ولا ياخد مضادات حيويه ولا ياخد علاج ولا بتاع، ويبعد عن الدكاتره، وفعلا 100% بيخف. الام اللي بتلاحظ ان ابنها بيعاني من السلس البولي وبتضربه وبتشخط فيه بتشتمه وشايفه ان الموضوع يعني ان الواد قليل الادب يعني وما بتروحش للدكتور، دي متهمه جانيه. ايوه، دي بقى ايه؟ بص، السلس البولي عند العيال الصغيرين بيبقى نتيجه ممكن حاله نفسيه. خلي بالك، اوعى اوعى اي واحده او راجل يأنب ابنه على الموضوع ده، بيبقى غصب عنه، مش هو يعني حد عاوز يحصل له الكلام ده. بس دلوقتي في علاج للموضوع ده، جميع الحالات اللي جات لي خفت وبقت كويسه جدا جدا بالعلاج وشويه تعليمات لمده 6 اشهر، كلهم خافوا الحمد لله. فانت ليه انت تقل ادبك على ابنك وبتاع وتأنبه وتتعب نفسيته وتخلي الموضوع ده يزيد؟ لا غلط. انا ما حدش يجيب سيره للموضوع ده خالص، ما يصحش ان انت تأنب ابنك بالطريقه دي. من يصمم على علاج دوار الخصه بالادويه باستمرار ده صح؟ ده اللي مش جراح. تمام كده؟ مش جراح امراض ذكوره. يعني برضو حتى دوالي الخصيه دي بتبقى اورده وريد او اتنين تضخم، يعني تخن ووسع، فالصمامات بتاعته بهوقت، فالدم بدل ما يطلع من الخصيه يروح للقلب، لا يروح راجع تاني من البطن سخنه، فيروح مسخن الخصيه، يدي ايه؟ يدي زي ما انت حضرتك قلت، تسخين الخصيه يؤدي الى مشاكل في الانتاج الحياه المنويه، وكمان ياثر على الايه؟ على الشريان، يكبس الدم ما يخلوش يمشي في المسار الطبيعي، فيبقى الشريان برضو يبقى ضعيف، وفي نفس الوقت الميتابوليزم والحاجات بتاعت الايضي اللي هي الميتابولايتس بتطلع من الخصيه، المفروض تطلع عن طريق الوريد، ما بتطلعش وتفضل مسممه للخصيه. فالخصيه بتعمل حاجتين، بتطلع حياه منويه وبتطلع هرمون التستوستيرون، الاثنين دول ما بيقلوا تعمل له مشاكل جامده. دعنا نذهب في حوار مهم جدا ومستمتع جدا بهذه النقلات الرائعه للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ ممكن جدا يكون في ضعف جنسي موجود ومعاه كمان ضعف قدره على الانجاب، او من غير ضعف قدره على الانجاب، ده وارد ان كل واحد يجي لوحده، الكلام ده يقين. وهم. كان يعني ايه معظم الرجاله اما ما يخلفش، انت قلتها احمد زكي في الفيلم بتاع يقول لك انا مش يعني ما يلاقي نفسه قوي جنسيا، ملوش دعوه بالايه بالانجاب. دي سكه يا جماعه ودي سكه، ملهمش علاقه ببعض خالص. هي ممكن يبقى في بعض الاسباب البسيطه، انما الضعف الجنسي ده ضعف في الانتصاب او قذف سريع او
عدم قذف خالص دي دي يبقى كل واحده لوحده ممكن جدا واحد يجي بضعف جنسي وواحد معاه ضعف انجاب او معهوش بس ما لهمش علاقه ببعض ما لهمش علاقه ليه بقى لان ضعف الانجاب ده بيعتمد على الخصيه والخصيه بقى بنشوف حجمها ونشوف البربخ ونشوف القناه الناقله للايه للحيوان المنوي ونشوف البروستاتا ونشوف الحوصله المنويه كل الكلام ده وممكن تكون مقفوله ممكن القناه نفسها ضيقه او مش موجوده فدي اسباب تانية ما لهاش علاقه بالضعف الجنسي دوائر الخصيه ممكن تكون مسبب رئيسي لانخفاض كميه الحيوانات المنويه 100% ابيض دي دواء الخصية احنا ده يقين يقين ابيض دي بتسخن الخصية وبالتالي ان الخصية لما تسخن تقوم تطلع حياة منوية مشوهة وقليلة والحركة بتاعتها ضعيفة تمام كده الناس اللي عندها دواء الخصية وبتبقى معاها قيلة مائية كمان ما بعمل لهم العملية خلال 14 اشهر بيخلفوا على طول عندي حالات كتير جدا جدا ربنا كرمها بالموضوع ده وعندي ناس ما كانش عندهم حيوانات منويه خالص اسمها ازوسبرميا مخلفين دلوقتي هم عارفين اللي مخلف ثلاث صبيان والتاني ولدين واللي مخلف بنت كان ازو تمام بس هي عامله ضغط على الخصيه فما تخليها ما تشتغلش اول ما نعين الضغط ده ممكن الخصيه تبقى تشتغل وتبقى كويس انت نورتنا وشرفتنا ربنا يسعد بزيارتك سعاده غامره والحقيقه شرف كبير لينا ان انت تكون معانا كرائد قدير في عالم الذكوره بعلمك الرائع اللي بتنقله لنا بدون تعقيد بمنتهى التبسيط تبسيط للمعلومه الغير متجاوز لاختصارها بشكل يجعلها غير كاملة لا ده كلها بتتقال ولكن بطريقة تصل إلى الشعب بمختلف طبقات أعتقد أنه بيفهمنا المثقف جدا واللي هو على قده كله بيفهم كلام حضرتك بشكل ده براعة انت اسلوبك الشيق الجميل الاستاذ ده بيخلي ده بيطلع من الواحد كل حاجه لا ده انت وجودك معانا والحقيقه يعني ربنا يبارك لك في عطائك ودائما بسعد وبفتخر بوجودك معانا في الناس الحلوه والدكتور في كل برامجنا انت رمز كبير للعطاء المتجدد الله يكرمك استاذنا القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور نبيل امين كان مبدعا كالعاده في ذكره للكثير من المناطق الشائكه في عالم الذكوره ما بين الضعف الجنسي وعدم قدره على انجاب سرعه القذف البروستاتا بمشاكلها الدوالي والمسكوت عنه فيما يتعلق بالدوالي والدعامات وما يشاع عنها بشكل خاطئ او ما يعتقد عنها بشكل خاطئ فهذه المواضيع الحوار فيها يحتاج الى سنوات وحلقات كبيره وكثيره جدا من اجل التثقيف لان المجتمع المصري لسه لغايه دلوقتي عنده برضه غموض في هذه المنطقه لسه ما خدش كفايته مش زي بقيه البرانشات الطبيه لا الذكوره لسه في مهدها في الثقافه رغم ان ليها تاريخ طويل جدا على مستوى الاداء الطبي والجراحي احنا رواد المنطقه العربيه بلا منازع في الاداء الطبي واعتقد ان ضيف العزيز هو واحد من اولئك الذين حملوا على عاتقهم بناء هذا العلم علم الذكوره وحفروه في المنطقه الطبيه بشكل بارع للغايه. استاذنا الاستاذ دكتور نبيل امين نورتنا وشرفتنا. شكرا. خليكم دايما معنا في حلقة. في دهون هتمسك اي ذراع ايا كان حجم ذراعه لو تمسكه ده في دهون مش فطهالك والجلد يا فندم هيروح فين الجلد؟ الجسم فيه ديفو، الجسم فيه عيوب، فكره ان انا الانسان يثق في جسمه فيظهر هذا العيب ده شيء غير مقبول. عينه وزنها 160 كيلو 170 كيلو هتقول لها انا هشفطك وتبقي كويس. ليش ده منطق؟ لا مفيش منطق بيقول كده. التخن ده كل بكل صفاته كل المواصفات عيب. انت تعملي كده. ده مشكلتك حلها كده. ما بنفصلش في الذراعين يا ايمن. الذراعين ما بنفصلش فيهم. هو الحل كده ما تعملش غيره.